طبعا اعزائي المشاهدين، يتكلمون معي الان مرافقين يقولون انه لا تشيل هم، ما ادري ايش اللي صار صار، والرجال الخاين يستاهل اللي جاه. اكيد طبعا يستاهل. اغاثيوس الهندسه المعماري نفس الشيء، قال ما عليك الرجال يستاهل اللي جاه. هم جايبين اعزائي المشاهدين في القصه ان انا زعلان شوي عشان ذبحت رينارد، لانه احد المرافقين وجلس معي فتره طويله، اضطريت اني اذبحه لانه خاين. طبعا بودو برضه جاء قال انا اتفهم المسؤوليه اللي تشيلها على عاتقك، ولا تشيل هم والامور كلها تمام، ورينارد يستاهل اللي جاء، هو خاين واللي صار ما في اي شيء ذنبك. وقلنا شكرا لك على كلماتك الطيبه، لا تقلق امور طيبه. تحسنت علاقتي مع بود ومع غاثس ومع برون. طبعا جاء هذا الزبال، اعزائي المشاهدين اعذروني لازم اسميه زبال لانه خانني في الحلقه اللي راحت امام المحاكمه، وقال وطلع وجهه مره ثانيه، وجه الخيانه. الان قاعد يسب رينر، يقول انه هو بيس اوف شيت زي ما انتم شايفين، وجاسوس عند سيجرد ويستاهل اللي جاء، ولا تقعدوا تحزنون عليه وتسوون دراما. طبعا انا بقول له البيس اوف شيت انت وجهك، واطلع يلا روح عند ابوك. ابوه طبعا الملك حق الدنمارك. علاقتي صارت معاه سالب 30 مع الجروب، شوية طاحت بس، ولكن كاتبين ان انا الان ظهرت للجميع ان انا قائد قوي ومحنك. طبعا هو تفاجأ بالقرار، وفاجأته زي ما فاجأني بخيانته، وقال عادي اصلا عادي مدري ايش، بطلع بروح عند الملك طز فيكم انتم وجهكم وانقلعوا. مع نفسك انت وجهك خاين. الان اعزائي المشاهدين نروح من ميناء رايب ونقابل القاضي في هذا، نرفع ولاء الجنود شوي بعد اللي صار. اوكي هذا وش هذا، هو هذا هو القاضي. قال مرحبا بك مدري ايش، خليني اعرف بنفسي. يقول انا جاي من مدينه مدري، وانا عباره عن طبيب، وضيعت وقتي شوي في فرانكيا، بعدين مريت على الدنمارك هنا وتعرفت على الامراء، وسويت شغل طيب في المحاكمة أمس ومدري إيش. يقول عموما يا طيب، أنا رجال لازلت شاب، ولازال عندي ودي أتعلم أكثر عن هذا العالم، فودي أني أرافقك في رحلتك في المعركة اللي بتخوضها. طيب ما عندك مشكلة دكتور، يلا خش معي، لأن دكتور بيفيدني بهيل الجنود بشكل أسرع إذا ما خاب ظني. طبعا زادت سمعتي ثمانية لانه الان هو مشهور ودخل معي في الجروب، فصرت انا مشهور، هذه هي فكره اللعبه. طيب اعزائي المشاهدين الان وش السالفه، شلون نخش مع الجروب حق الحرب هذا؟ اوكي مهمه الانتقام، دخل معنا القاضي، هو عباره عن زي ما تقول فيزيشن مدري ايش، يعني دكتور في الجروب، وحان الوقت اني اروح اكلم الماستر البورت ماستر حق رايب عشان يودينا للاسطول البحري حق الفايكنج للهجوم على مملكه الانجلاند. اوكي بورت ماستر هو ذاك اللي سوينا عنده كذا مهمه، هذا هو. بنقول له والله السلام عليكم، نبي نخش في الجروب حق سفن بولنك وحق هارلد اللي مسافره للانجلاند. اوكي شافني عرفني، قال اوه راكان يا هلا يا اخي، انت ما شاء الله رجال ست مشهور، وانا سعيد صراحه بالتعامل معاك. طيب يقول عموما الاسطول حق سفن بولنك وهارلد موجوده بعيد شوي عن الميناء، وفيها تقريبا 50 سفينه مجهزه بالحرب، فيها اكثر من 800 رجال. يلا بسم الله بسم الله. يقول تقدر تروح اي وقت تبغى. طبعا اوكي زين شديد، زي ما شايفين هذا هو الفليت، هذا هو الاسطول. ما كان ودي كذا صراحه، لان كان ودي اسوي حركه اخذ جنود اكثر بما انهم بيدخلون بالاسطول على طول، لكن واضح انهم بيحسبوا لي الجنود اللي اقدر اشيلهم بس بالسفن، فبطلع من هنا بتوجه الى الاسطول. طبعا الان دخلت الاسطول اعزائي المشاهدين. اوكي في تقريبا 800 فايكنج معاهم كل حمولتهم واشياءهم زي كذا، خش معاهم يا حبيبي في الجروب. زي ما شايفين اعزائي المشاهدين هذا هو الاسطول، دخلت بالسفينه حقتي انا القائد، والشباب قاعدين يتكتفون ويخرون تكتف كل شوي. هذا هو الجروب حقي مع اسطول ضخم جدا من الفايكنج متوجهين الى مملكه الانجلاند. المشهد هذا يشبه مشهد جيم اوف ثرونز الحلقه الاخيره. سفن دايناريس هذيك كليسي. اوه 2000 جندي في الاسطول البحري رايحين الان اعزائي المشاهدين الى مملكه الانجلاند، بنحرر اخونا اخو راجنار اللي هو يصير اخو شو اسمه ذا اخو الفايكنج بشكل عام كلهم. طبعا كلام كثير مدري ايش، نشوف ايش السالفه.
متوجهين عزام شديد في هذا الأسطول البحري الضخم إلى المملكة حقة الإنجلاند. أوكي، يقول الآن سفن بولنك واقف في السفينة، في السفينة قريبة مننا، وهارولد هارولدسون اللي أنا معاه واقف جنبي. طبعا يقول واضح أنه الجنود في الأسطول البحري متقسمين نصين، ناس يحبون ذا وناس يحبون ذا، ولكن مو هذا الوقت المناسب أنك أنت تقلق ومدري إيه، لأنه الرياح قوية شوية في نصف البحر ومدري إيش. كاتبين كلام هنا يقول لك أنه إيش، أنت تستنى الفرصة المناسبة للهجوم على سفن بولنك وقتله، ولكن ما تقدر تسوي هذا الشيء الآن لأنه في جنود وزي كذا، وتحرر أمك ومدري إيش، ولكن الصبر مفتاح الفرج. نستمر أعزائي المشاهدين. طبعا هو يقول كذا لانه سفن بولنك بما انه قريب مني شيء يقهر، عرفت، لانه هو الشخص الوحيد اللي سوى لنا مشاكل في القصه هذه كلها، وكل القصه اصلا عنه. طيب الان كابتن ميتنج في اجتماع بيصير، يقول لك ايش، الرحله من رايب الى ميناء جورفيك تاخذ لها 3 ايام اذا كانت الاحوال الجويه طيبه، لكن اذا كان في مشاكل في البحر من ناحيه الاحوال الجويه بتاخذ لها وقت اطول، لانه بعض السفن ما هي سفن حرب وبطيئه، فبالتالي بتبطئ الرحله. عموما يقول في خلال هذه الرحله الطويله الرجال يسولفون مع بعض ويقرقعون بالخمر والاكل والشرب والطقطقة، وبعض الاحيان يتباقسون مع بعض لانهم فايكنج وهامجيين. يقول عموما المسافه بينك وبين سفينه سفن بولنك ما هي بعيده. يقول في واحد من الكباتنه اللي كان عند سفن بولنك جاه الان هارولد كولديو فيثولتهم ايج بوت اوف ذا فليت ورسولز هارولد هاز كولديو. اوكي، الامير حق هارولد، الامير هذا هارولدسون اللي انا اشتغل معاه ناداني في اجتماع سري، لانه واحد من الكباتنه اللي كان عند سفن بولنك جاء وخان سفن بولنك وعنده اخبار بيقولها. خلينا نشوف بيقول. قال مرحبا بكم ايها الكباتنة، بكره الظهر ان شاء الله بنوصل ميناء نورثمبر حق مملكه الشمال ذيك اعزائي المشاهدين، وعندنا تفاصيل بنقولها عن الرحله، وعندنا مشاكل بعد قاعده تصير بالاسطول البحري. طيب بن لونج ويتنج تو هير فروم ماي مذر. اوكي، ماني بقايل شيء، خلينا نشوف ايش يقول. قال في مملكه الشمال اخواننا الدنماركيين فايكنج سيطروا على المملكه من خلال انهم حطوا ملك سوري، ملك بوبت، ملك شكل كذا بس ما له اي قيمه، عشان يعني يحكم البلاد، لكن في ثورات قاعده تصير في البلاد وزي كذا، قاعدين يسيطرون على الثورات هذه ويقمعونها. يقول اخر الاخبار اللي جايه انه احد انه ابناء راجنار تحرك، ابناء راجنار هم نفسهم الفايكنج عزيزي المشاهدين، تحركوا جنوب متوجهين الى مملكه السنوتغام، الى مدينه السنوتغام عزيزي المشاهدين في مملكه الميرس، واخذوها هذه المدينه الفايك. تنرفز ملك الميرس وجاء واخذ هذا، حاصر المدينه هذه بالتعاون مع مملكه الويسيكس عزيزي المشاهدين، واحنا خايفين صراحه على ابناء راجنارسون انهم يقتلون في هذا الحصار، لذلك مهمة ندخل على ميناء جورفيك ونتقابل مع الباقيين من الفايكنج هناك، ونروح نفك هذا الحصار ونذبح الساكسونز والميرس مع قليلا من الحظ ان شاء الله، ترجعون لعيالكم واهاليكم سالمين ومعاكم فلوس بالهبل ومنتصرين. جاء هذا الشيب كابتن قال والله اتمنى هذا اللي بيصير، انا عندي اطفال كثير صراحه بغذيهم واكلهم واهتم فيهم. جاء احد الكباتنا يضحك بصوت عالي قال انت وجهك متزوج لي 3 حريم وعندك فوق 20 طفل لا تقعد تزعجني انت وعيالك. طيب انا بقول لهم، بتكلم، ماني بقعد انكت، بتكلم في موضوع مهم جدا، بقول لهم كان في جندي موجود في الحصار اللي صاير على الفايكنج هنا. جاء هارولد هارولدسون يقول والله ما ادري كم في جندي عندهم الاعداء، ولكن عندهم تقريبا رجال بالالاف يعني فوق 1000. لا تخاف لانه الانجلز هم اسمهم الميرس، مملكه الميرس يسمونهم الانجلز والساكسونز ضعيفين وما راح نواجه مشاكل معاهم، وبنحارب معاهم كنا نحارب مع حريم. فطبعا تفل بالارض شوي وانتم بالكرامه اعزائي المشاهدين، وطالع الواحد من الكباتنه اللي كان عند سفن بولنك. اوكي، وقال شوف يا شباب، الكباتنه هذا الكابتن طبعا اسمه اوليف، وجاء اعزائي المشاهدين خان سفن بولنك وجايب اخبار. فقام هذا هارولد قال له يا شباب اسمعوا ذا عنده اخبار من سفن بولنك. طبعا كلهم يكرهون سفن بولنك يعني لانه خاين، هو طبع الخيانه. هذا جاء الكابتن وقال بلع ريقو، او عفوا ما بلع ريقو، قال زي كذا اوكي، قال يا شباب اسمعوا، ما ابغى اكثر عليكم، السالفه بكل بساطه ان سفن بولنك رجال خاين وما راح يستمر في القياده في هذا الاسطول، يعني 50-50 زي ما قال القضاء، زي ما حكمت المحكمه يعني قالتهم الحلقه اللي راحت. لذلك بيستغل اقرب فرصه سفن بولنك في انه يقتلك انت يا هارولد هارولدسون الملك ذا، الامير هذا اللي معانا. ممكن يصير هذا الشيء بعد ما نهبط في الجزيرة. اوكي، معناته هذا جاء غششنا وش بيز. هارولد هارولدسون قال عموما ما عليكم، انا حاط حراسة مشددة، واذا ان شاء الله هبطنا في الجزيرة بتحدث سفن بولنك وجها لوجه، اللي يذبح الثاني هو اللي بيفوز، ولكن يظل سفن بولنك خطير. واحد من الواصلين على قولتهم قال والله كلامك سليم، انا بدعمكم كل الدعم ضد سفن بولنك الخاين. ايضا الشيب كابتن قال نفس الكلام، انا بدعمكم مدري ايش. بساله هذا طبعا اللي جاء اللي قبل شوي من سفن بولنك، بقول له وش رايك بامي وش صار فيها، ما سمعت عنها شيء. طبعا تحسن
تحسنت علاقتي مع هارولد أمير. طبعا هذا الرجال يقول انه في حرمة مسافرة مع سفن بونليك وهي تعتبر مساعدة لسفن بونليك, تتعامل بالارواح وبالاشياء زي كذا, هي دينة يعني اوكي. ديانتهم اعزائي المشاهدين الفايكنج ديانة الوثنية, يعبدون الاصنام. فعندهم يعني اله اسمه اودن, هي تعبد هذا الاله, فبالتالي هذه يعني الرجال يعتبرها انها سفن بونليك, يعتبر امك انها فيها بركة. وسفن بونليك هزمه, اوه يا الهي اعزائي المشاهدين سفن بونليك متزوج امنا باللعبة دايم. طيب سفن بونليك يقول زوجها متمنيا انه يجيب منها عيال لانها مباركة ومدري ايش, ولكن هي شيبة عجوزة فما تجيب عيال. اذا كانت هذه امك فما اعتقد انها تتذكرك لانه فيها لعنة تخليها تنسى الماضي والذكريات. اوه والله القصة قوية اعزائي المشاهدين دايم, اما كذا النظام. طبعا هارولد الان يقول لي واضح ان امك صارت تخدم سفن بونليك, واتمنى انك تتعامل مع هذا الشيء فيما بعد. طبعا انا سبيتشلس ما اقدر اقول ولا شيء صراحه, ما يعني خلاص ما في كلمات ممكن اقولها صراحه فعلا في اللعبه وخارج اللعبه. صراحه القصه قويه مره دايم شلون. طبعا كل اوكي جاء احد الجنود بسرعه مسرعه يقول يا شباب في شيء خطير قاعد يصير, وش السالفه؟ الله اني حاس انا حاس من اول في خيانه بتصير عموما. anyway. يقول سفن بونليك هجم علينا على سطوع على سفينتنا اللي هناك, قفطنا خلنا نزبن. طيب سفن ذا تريتر الان غير اسم المهمة, صار اسمها سفن الخاين. طبعا هارولد هادي ويقول عادي يا شباب الوضع, جهزوا سفنكم جهزوا للقتال ومدري ايش. اوكي عزام شادين هذه السفن بالهبل اللي بتجينا والله جنون صراحة. طبعا هارولد ارايف قال ما راح نقدر نحاربهم, ازبن يا ولد روح روح ازبن 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 قال روحوا على ميناء جورفيك تراي تو فلي, حاول انك تنحاش. افتح هذا, ازبن يا ولد ازبن يا ولد ازبن يا ولد. ازبن يا ولد طبعا السفن ذقه فطاها. شات والله جلدوهم عزام شديد شات ظنك مدين نزبن. احنا ماشيين عكس الريح. طيب طيب ممتاز ممتاز. يقول behind you face the battle, وراك كانت في معركة خطيرة جدا, جرح كثير ناس يضربون ناس ميتين, تركت خلفك الامير هارولد هارلسون طز فيه وسفن بونليك قاعدين يذبحونهم ويجلدونهم جلد. مهمتك الان انك تروح للانجلاند عشان تلقى راث بارث راجنارسون هذا اخو سيجر سنيك ان ذا اي, وتقول له وش اللي صار بالضبط. والان سفن بونليك خان اوامر الملك وايضا خان اوامر مجلس القضاء في المحاكم. صارت الحلقة راحت عزيزي مشاهدين, سلام ما بين مملكة الميرس ومملكة جويند مدري ايش. طيب تغيرت المهمة الان الى انفيد انجلاند. طيب وصلت جورفيك, وين انا الحين؟ Where am I? لا تكون انا في وسط البحر الله ما ادري شو ويني, وين سفينتي انا, وين عفشي انا في جورفيك صح؟ زبن زبن بطلة صراحة. طيب وش السالفة؟ وين الجيش هنا؟ يقول اني انا هنا, وين ايش ذا جلتش؟ اوه سفينة زابنة. اوكي والله خرشني صراحة. اوكي طيب اوكي زبن سحبت عليهم, خلنا نتكلم مع ذاته توني انتبه صراحة انه دخل معنا بجروب, نسيت ادرع الرجال لوهلة. قلت يا ولد اوقف تصوير ولا ايش السالفة, لكن اشوه الامور مشت على خير. كنت بوقف تصوير واشغل وطفي اللعبة نظام STC شغل وطفي المودم, لكن الحمد لله عدت على خير. اوكي هذا ما عنده جزمة, خذ الجزمة ذي, يبينا طاجية ويبينا خيل بعد نشتري بعدين. شفت كيف اللي صار عزام شديد؟ خاين ابن خاين هذا. ريفنج مهمة ريفنج مهمة انتقام عزام شديد. الان يقول روح تكلم مع ذا ابو صلعة, وين موجود هذا الشخص؟ يقول موجود في المدينة هذه نورثمبر. حنا طبعا قاعدين نحارب هذه الدولة فبنمشي بحذر, بروح جورفيك ولا
خلنا نقرأ مهمة مرة ثانية. طيب فانت توك شنو همن دوت روح تكلم مع ذا الرجال قبل ما يروحون. الرجال زفن بونك يقولوا له وش اللي صار. اوكي اجل ما عندنا وقت نضيع عزيزي مشاهدين، خل نروح لهذه المدينة ونكلم اخو سيجرس لكن ذا اي نقول له ان زفن بونك ترى خاننا وذبح الناس واللي صار شيء ما يرضي احد. نتوجه بسرعة الى هذه المدينة ونعطيهم تقرير باللي صار مباشرة. طيب نخش اللورد هول. وين الرجال ذا؟ لا تقول لي مو موجود. انت تعال يا ابو الشباب. Have no need for a man like you. ما أدري والله ما لقينا هذا الأمير، شلون نسأل عنه؟ خل نروح هذه المدينة. ساعة حرب ما بين جويند ونورثمبر مع نفسهم. أوكي هذا من هو؟ هذا واحد بنسأل عنه. ما أدري أحس إني غلط أسأل هذا الشخص، لكن بنشوف. رايح دونويك وبيكون مدري وين، خلينا نشوف وين مكانه. زين إنه أعطاني تعليمات وين مكانه. تقرير أخير بمكان هذا الشخص، رايح هنا وقريب من هنا. رايح وين؟ رايح دونويك. لا يا شيخ، الله يرجي. وهو قريب من هذه، هلبل ما أدري شو اسمه، هلبل هذه. أوكي، أوكي يعني حنا قاعدين نستهبل هنا. طيب لحظة، خلينا ندزع زين شديد بسرعة، نحاول نجيب هذاك، خلينا نحارب شوي. الا مع نفسهم صراحه ما عندي، ما اقدر اشيل جنود زياده يعني. خلنا محاربات الاسطول احسن. حلو محاربات. طيب خلنا نهبط هنا. انا ليش نهبط هنا؟ نهبط في دونويك وخلاص الملحسه دي. نهبط بدونويك. حلو نهبط، نرسي مو نهبط طياره هي. طيب تكلفة اسبوعية عالي جدا 5000. بغانا نحارب نجيب فلوس شوي، لكن الحين ما في وقت. ليف يا مدير، ما في الميد هول معنا. نروح نشوف وين هذا الامير، لكن جوه قاعد في اللورد هول. اللورد هول هذا هو؟ لا مو هو. كينغدوم بار، السلام عليكم يا هلا. بسألك عن مكان واحد، وينه؟ اكيد ما يعرف لانه اتوقع هي حرب ضدهم. وش عموما بنلقاه ابو الشباب هنا. هذا هو خوينا بالله، لقيناه بالصدفة. راثبون راجنارسون، تعال يا بابا بقول لك شو اللي صار. قال مين؟ بقول انا راكان. قال انا امير عند النورثمبر وامير مدينة مدري ايش. قال انا عارف اسمك، يقول انك محارب بطران مرة. صراحة لي شرف اني اتقابل معه. طيب يا الذيب اسمع الذيب بس، عندي لك اخبار مهمة. الرجال تغير وجهه وقال لا تكون اخبار خايسة، تكلم بسرعة. طبعا قلت له معاك راكان الله يحفظك، معايا اخبار سيئة جدا من الفايكنج اللي جاي من الدنمارك. الناس جايين يدافعون عن عيار راجنارسون، حلو، في هجوم على مدينة ميرسيا، دولة ميرسيا. ولكن الاسطول البحري صار فيه مشاكل، 30 سفينة من 50 فيها 800 رجال كانت جاية تفزع، لكن زفن بونلك هو والخونة اللي معاه طبوا على هارلد هارلسون ولعنوا والده. اوكي اعذروني عزم شديد الكلام بس لازم الواحد يوصل الفكرة. الذير وازا مسكر كان في صراحة معركة شرسة. أنا والله زبن وعشان كذا يعني جاي بعلمك وش السالفة وعشان ما أكذب عليك. لذلك أنت ملاحظ إنه ما معي إلا 93 رجال. أنا يعني that you see that he will bring considerable enlistment. لا عفوا يقول هو بيكذب عليك، بيجيب معاه رجال قليلين وبيجيب إن هم مجروحين ومدري إيش. هو اللي صار، هو اللي جلد هذا، فهذا السالفة وهذا اللي صار. طيب الرجال طبعا تحسس من أخباري كذا يعني انقهر. قال اسمع، هو كأنه يعني ما كان عاجبه السالفة اللي صارت، لأنه هو يحب سفن بونك، لأن سفن بونك يشتغل عند أخوه سيجرس لكن ذاي. أوكي يقول كلامك خطير جدا، هذا الرجال ما أدري هو عادل ولا يفهم ولا وشو، ما أدري بيشوف. قال عموما، قال إلى الآن ما جتني أخبار عن وش صار عن أسطول حق سفن بونك. الناس هذول جايين من الدنمارك وعندهم معركة خطيرة مع الساكسونز في مدينة سنوتغام. أوكي يقول بدونهم وضعنا بيكون صعب. حاليا ما أقدر أسوي لك أي شيء، لكن أحتاجك أنت ورجالك أنك تجون تروحون لمدينة بيور اللي هي جنب سنوتغام اللي بيروح لسفن بونك، وأي ناس يقدر تجندهم زيادة بيكون شيء طيب. يقول بيورن، بيورن مو مدينة عزيزي شديد. بيورن هذا أخوه، يقول إز ماي براذر، وعنده قوات رايحة متوجهة إن شاء الله لفك الحصار من مدينة ميرس. هالفدان إيفار مدري إيش هوبي، وش هوبي؟ يقول كلهم تلقاهم مكبرين. أعطاني ثلاثة أسماء أتوقع جنرالات حقون ميرس، بيكونون مكبرين في الشمال، شمال المدينة دي. يقول كل تقدر تجيبه من دعم بيكون شيء طيب. أوكي يقول حاليا أنا أوعدك وعد شرف إنني أنا أتحقق في هذا الموضوع اللي صار، وإذا طلع زفن خاين راح يدفع الثمن حياته بشكل كبير. يعني هذا الرجال عادل ومحترم. طيب انا صراحه عجبني هذا الشخص، ما ادري ايش ارتحت له، مع انه من ابناء راجنارسون، ابناء راجنارسون نص ابو كلب بس يعني خونه قصدي، بس ذا شكله بط. طبعا انا ممكن اقول له لا يا حبيبي لا تذبحه، خله لي اوكي، او اذبحه، او بقول له في حرمه مع زفن ما ابغى يجيها اي شيء. وهذا اللي يهمني طبعا من السالفه ذي كلها بعد ما تزوجت الرجال. طبعا تحسنت علاقتي مع هذا الرجال، قال اوكي ما عندك مشكله، اذا كان هو خاين انا بهتم بالحرمه ولا راح يجي لها اي شيء. هذا اللي يهمني، ما يهمني زفن صراحه، يهمني امي بقدر الام. طيب تحسنت علاقتي معي. الان اعطاني مهمه هو، اعزائي المشاهدين راح نعرف تفاصيلها في الحلقه الجايه.